Galaxy fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! Five rounds for the undisputed UFC light heavyweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a striker holding a professional record, 21 wins, 6 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 204.5 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the number 2 ranked light heavyweight contender in the world, the challenger, Thiago! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a look-see-doo fighting fighter. He holds a professional record, 24 wins, 1 loss, 1 no contest. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, by way of Endicott, New York, presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, John Paul Jones! All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. Let's keep it clean. Touch gloves and let's do it. خمس جولات وخمس دقائق لكل جولة في المباراة الرئيسية ليو اف سي 239. شاهدنا أفضل مقاتلة في العالم أماندا نونس تدافع عن لقبها. هل سيستطيع جان بونز جونز الدفاع عن لقب هذا أول مقاتل البرازيلي تياغو سانتوس باللون الأبيض, جونز باللون الأسود؟ ما لاش أحس قلبي بيطلع من مكانه. محمد, مباراة مرتقبة وشيء عجيب. طبعا تو لاحظنا فرق الطول لجونز, مع انه يعني تياغو سانتوس شكله طويل جدا يعني, وتياغو ترى يتميز في الركلات يعني, لا تستهينون بركلاته وحسب بالكم انه بس ايده القوية, ركلاته انفجارية. طبعا تكلمت انت عن الكابويرا, والكابويرا معروفين بركلاتهم, خاصة الركلات يعني غير تقليدية. الركلات تعطيك مرة أشوف جونز كذي يختل توازنه. دعونا نتكلم عن الركلات, وعلى فكرة الركلات هذه هي مفتاح يعني سانتوس في هذا النزال في نظري. طبعا جونز يصطاد الكثير من الركلات أيضا, يعني إذا شفنا المباريات السابقة يمتاز بهذا الشيء أيضا. طبعا أعزائي المشاهدين, ترى الركلات هي مش بس ركلات, ركلات تفتح للكمات, يعني لما اللاعب يلهى بالركلات تدخل عليه بلكمة, خاصة لما تكون عندك قوة انفجارية نفس تياغو سانتوس. ولكن جونز حاليا نفس ما قلنا هو لغز لم يتم كشفه حتى الآن, وأيضا هم ركلات جونز ترى قوية جدا. الجولات الأولى هي الأصعب بالنسبة لجونز, لأن سانتوس معروف عنه الجولات الأولى دائما ما يكون قوي, لكن ما يا سلام يا هذه الخبرة. لم يجرب سانتوس في جولات البطولة الجولات المتقدمة, وممكن هذا ما يبحث عنه جونز. أخذه إلى سايد كيك. أوه حلوة, اصطاد. قلت لك أنا يمتاز بهذا الشيء. أوه حلوة دائرية بالمرفق من جان جونز. ركلات مستمرة. هذه الكاف كيك أنت تكلمت عنها من المقاتلين اليو اف سي, يعني كم واحد الحين استخدمها في هذه البطوله؟ بدأوا خلاص يشغلونها كثير, لان هي مؤثره وما كانوا منتبهين عليها. يعني حتى بول فيلدر يقول انا ايش فيني سنوات ما عمري سويتها, يعني مع انه كيك بوكسر.
بس على ما أظن، على ما أظن بالكيك بوكسينج هي ما عليها نقاط فما يسوونها. شفت الصبع جونز اللي تحت؟ توني كنت بقول لك هذه من تشيل سونيك، هذا من يوم لعب من تشيل سونيك، فقام دائما يتيب بس مجرد احتياطا، مو من مصلحة سانتوس انه هو يعني يخلي جونز يعرف المسافة مالته وتطول ويا المباراة. طيح واقي الفم من جان جونز، هذه رسالة أيضا، رسالة رسالة لجون جونز، لازم شوية يشد حيله، مخيفة هذه الرياضة، ممكن في أي لحظة نشهد فيها تحولات مجنونة. مرة أخرى سانتوس يريد أن يعيد هذا اللقب إلى البرازيل، ونفس الغلطة اللي سوتها هولي هون، معلقت ريولها وياها هجوم مضاد، شخص انفجاري نفس هذا يعني الواحد شلون يلعب معه. لأن كل حركة تسويها معه ممكن تدفع فيها الثمن، خاصة في الجولات الأولى. جونز قوته بالأكواع، يعني أنا لو من جونز الحين أستخدم الأكواع أكثر من بس اللكمات، يعني مع شوغر رشاد إيفنز كانت الأكواع هي المفصل، مع ألكساندر جوستافسون نفس الشيء، مع دي سي أيضا نفس الشيء. المباراة يعني من بدايتها مختلفة تماما عن مواجهة جونز مع سميث الأخيرة. سانتوس صراحة داخل انفجاري سانتوس، نعم. يودي أداء جميل في الجولة الأولى، بس سانتوس ترى مع الأشول يجد صعوبة، فجونز أنا أي بالضبط بالطريقة هذه. أوه حلوة ركلة دائرية، لاحظت المشكلة في سانتوس عندما يتراجع إلى الوراء، لكن عندما يعني يلتف حول القفص يعني يجد صعوبة جونز في الإمساك به، لكن أول ما رجع بخط مستقيم اصطاده. شفت تدري ليش؟ لأنه هو جونز دائما هدف أنه يكون مقابل القفص يسكره تياغو، بالضبط، فتياغو وهو قاعد يتحرك جونز هدف أنه بس يتحرك، فتياغو يتحرك وهو جونز وهو قاعد يلحقه يصيده بلكمة أو يصيده بضربة. I wouldn't mind seeing you get to the hips a few times on some nice takedowns there. When you're ready, don't force it. Yeah, those long range kicks, John Jones, when you're backing them up, there are no calf kicks, all right? Between your stand. هذه الركلات اللي تكلمنا عنها أحمد. إيه هذه الكاف كيك، هذه مشكلة. كاف كيك من الركلات اللي أذكر حتى يوم كنت أجهز حق المباراة الأخيرة كنت وايد أتدرب عليها، يعني مفيدة جدا. قال المدرب طريقة الدفاع عنها، إذا سانتوس يتراجع ما يقدر يركل. وغريك جاكسون قال له ما عندي مانع انك تروحك كم تيك داون، بس من باب انك انت تغير اللعب متى ما قدرت، قال متى ما قدرت لا تجبر. اوه في اصابه ممكن على جون جونز، لا تبين انك انت يعني ما ادري خدعه ولا لا، بس لا شكله مبين اثرت فيه. هل رفع رجله؟ تياغو مبين تعور لانه قاعد يزيد بالهذا، ما يبي يطول للحين ترى مو طبيعي. رجل اليمنى على ما اعتقد، صح؟ او قدم اليمنى، كانت دفاع من جون جونز، نعم. ركل سانتوس ورفع رجله جونز بطريقه ادت الى ضرب العظم بالعظم مثل ما يقولون يمكن، ولهذا انصاب. معظم الاحيان تكون هذه مؤقته وتعود الرجل مره ثانيه الى طبيعتها احمد، ولا وتبين بعد جوله، يبين بعد جوله مو الحين.
نشوفها عبر الإعادة يعني كأن ركبته اليسار إيه اللي تعورت مو من الدفاع مع جون جونز أو ممكن ما في شيء ممكن ما في شيء أشوف رجع ما أدري أشوف رجع إلى يمكن تمويه والله ما تعرف أوه ضغط ضغط جون جونز هذا يعني يخليك مو عارف شو تسوي شوف جونز و جونز مرتاح بالوقفة اللي يسمونها الساوث بول اللي اليمين قدام استمر بالركل وجونز كأنه نثبت إن 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 ريولا فيها شيء فقاعد يعني يستغل موضوع هذا أنه كل شوي يضربه اليسرى يعني الرجل اليسرى لأنه هو يركل باليمنى فما أعتقد فيها شيء اليسرى ربما اللي فيها المشكلة أوه ركل فيها ركل فيها ممكن يشوت فوق الحين تياغو ماهيتا سانتوس أوه ركلة على الجسد هذه لكن أطاحت بسانتوس عنده مشكلة بريولا سانتوس واضح مو قادر يرتكز عليها في زوايا مو قاعد تساعد ريولا أوكي قاعد يشوت فيها ولكن قاعد يشوت فيها بسبة المباراة وأهميتها يعني قد يقاتل برجل واحدة الآن ممكن في هذه الجولة ممكن في زوايا هي اللي قاعد تأذي حلوة ركلة أمامية فرونت كيك جميلة من جون جونز تياغو قام ينوع بدأ يضرب على الجسم وهذا المطلوب إذا بس كنت قاعد تحاول تطق واي جون جونز راح يتحرك وراح يوخر عنك لكن من الذكاء أنك أنت تضرب جسمه حلوة لكن عكسية أيضا من سانتوس ما زال يمثل خطورة حتى لو برجل واحدة وركل فيها أيضا أنا يعني روح قتالية صراحة إذا فعلا قاعد يدخل ولا كأنه صاير شيء إذا فعلا هناك إصابة فيعني روح قتالية صراحة من سانتوس بركلة بنفس الرجل المصابة يعني صراحة ما أذكر متى في خصم يعني أشعرنا متعة كذي مع جون جونز ما أذكر من أيام جوستافسون يمكن أي والله من أيام جوستافسون وأول مباراة لدي سي ثلاثة وثلاثين ثانية ولا ننسى أن ترى تياغو سانتوس عنده نوك داون باك كيك نفس هذه هاي الكابويرا تلعب دور وخطرة كانت أيضا لاعب مميز جدا يستحق أنه يلعب بعد ثلاث مباريات ضد جون جونز جون جونز يحاول أن يرد زين ما علق صبع جون جونز بعد على الكيج صراحة يعني أرفع القبعة لتياغو والله أنا أشوفها ممكن تكون جولة بجولة يعني. جولة أولى للبرازيلي جولة ثانية لجونز ما تتذكر مش من الفضل حاول نتعرف على يعني مصدر الإصابة أو إذا في إصابة أصلاً هذه لا شكل الركبة اليسار شوف اليسار التفافها شوف اي واضحة يعني تقدر تقول انه يقاتل 15 دقيقة او 20 دقيقة سيقاتل
رجل وحدة بس احنا ما نعرف يعني هو الوحيد اللي يعرف يعني. الجولة الثالثة تياغو داش ويبي يخلص يعني انا اشوفه يركل فيها يعني ما اعرف اذا لهذه الدرجة هي يعني اصابة مؤثرة بس مو هي الركلات اللي هو متعود عليها يعني بس قاعد يحذفها حتى ما تحس فيها فنية يعني على الأقل لو كان هو متعور قاعد يموه تمويه صراحة ممتاز أوه. عالية أخرى من سانتوس الحلو في سانتوس إنه مش متهور ما لاحظت أحمد حذر جدا في يعني اللي عنده نفس ستايل سانتوس يكون متهور واندفاعي ولكنه لا يعني يشوف الفرصة وبعض المرات يصنعها يطلع زاوية ويصنع له الفرصة يعني حتى نشوف الإجمالي الضربات لصالح سانتوس يعني على حسب الإحصائيات يعني صراحة الحين إحنا الجولة الثالثة وجون جونز ما راح تيك داون هذه قوية صراحة مفروض هذه الجولة اللي يروح فيها تيك داون لأن جولة فصالية جولة مفصلية بالفعل يعني تخسر هذه الجولة حلوة من سانتوس صراحة جون جونز اللي ميزه هذا فقط توازنه لم تكن ضربة فقط توازنه بدأ يسوي نفس أندرسون سيلفا لا تسوي هالحركات يا جون جونز خليك طبيعي واشتغل عدل دير بالك وانت مثل ما ذكرت اليوم اوه حلوه شو سالفه اليوم الركب الطائره جون جونز هذا جون جونز وهذه متعته ها بس يجب ان لا ننسى ان في مثل هذا اليوم مثل ما ذكرت احمد اندرسون سيلفا خسر من كريس وايدمان نعم يعني على قولتهم اللي خلي جونز عظيم مو بس انه هو يعني هجومه قوي لا يتحمل عنده اندورنس يعني ليش ما يركل ظنك جونز رجله اليسرى رجل سانتوس اليسرى سواء من الداخل مثل ما شاهدنا الان ومن الخارج يعني ما شاهدنا الكثير من الركلات جونز مو من اللاعبين اللي يركل لو كيكس باليمين وايد عادة اليمين يستغلها للضربة اللي فوق الركبة ومع هذا للحين يركل باليسرى سانتوس خطر لاعب وشوف مرة ثانية جونز لازم يستغل الوضعيات هذه ما يبقى يشتبك معه وترى فتح راس يعني الكوع هذا نعم. فتح راس تياغو نعم. سانتوس ضربة بالمرفق الأخيرة بس أنا أشوف يحتاج إلى إسقاط لأن صراحة الجولة متقاربة يعني. متقاربة ولكن ترى جونز يعني تحسه هو مسيطر هو اللي ضاغط هو الأعنف أكيد هو اللي يتقدم دائما وهنا ركلة حلوة عالية وشوف دائما اللي يخسرون من جون جونز هي نقطة واحدة تقلب المباراة يعني مثل جوستافسن كانت التيك داون لكوع هذه اللي قلبت المباراة احنا هني انا الحين قاعد طالع تياغو بدا شوي من بعد الكوع تغير اي اشوف انه تياغو خلاص بدا شوي خلاص ينكسر هذه ركله يسرى كانت ايضا وشوف شم مرتاح يا اخي النفسيه هذه مو نفسيه لاعب عادي لكن يجب ان يحذر من الثقل المفرطه يعني لان في هذه الرياضه لكمه واحده تكفي تياغو طالع عينه طالع 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 شلون قاعد طالع جون جونز جونز حالته شغل يد اليمين شوي اعتقد فيه بعد في انتفاخ في رجل جونز اليسرى ما تلاحظ شويه في اي واضحه محمد مره ثانيه يركز عليها سانتوس شوف الفرق بين سانتوس وجونز يركز على الإصابة بينما جونز لا يركز على إصابة سانتوس اللي هي رجل اليسرى أقل من 10 ثواني على نهاية الجولة الثالثة جونز عادة بآخر 10 ثواني يسوي شيء بالضبط
تنتهي. جونز يرفع ايده يعني اغراء الحكام انه هو اللي فاز. هذه الضربه بالمرفق. انا قلت فقط توازنه طلعت ضربه. كانت ايه بالضبط كانت نعم طلعت ضربه. الضربات اللي بالكوع عند جون جونز. البيرن الشيكيردا ديلي تا بين فيجي. هي المفصليه راحت. Você, eu tô sentindo, eu sei que tu vai, falseou, a gente viu. Nada mais importante pro quarto, né? É. A bruxa dele pro dentro tá bem machucada. Body shots and then the power, okay? Hands up. Low and high, exactly. Low and body, high. Low and high. Body, body. Got it? Let's go. Okay, let's go. Let's go. شوف سانتوس ممكن يكون اساسا داخل المباراه وهو اساسا متعور والدليل انه ما تكلموا فيها بين الجولات. صحيح ممكن تكون اصابه قديمه. اي لا المدرب تكلم ولا سانتوس جاب سيره الضربه هذه. فمدربين جون جونز قالوا له العب تحت والعب فوق لا تركز بس فوق. رغم ذلك اوه حلوه يسرى اصابت الهدف هنا من سانتوس. نفس ما لما جون جونز صاد ماتشيده هوش بالريل وطق بالايد. والله ما زال خطر. انا قلت انه في الجولات المتقدمه جونز بيولعها ولكن سانتوس ما زال خطر حتى في الجوله الرابعه. شوف جون جونز ده قالها قبل قال قدوتي انا اندرسون سيلفا. ولو تشوف الحين قاعد يسوي حركات غريبه يعني بعض المرات الواحد لما يدخل فلو ستيت يسوي اشياء هو مو مستوعبها. سانتوس يهوش بالرجل اليسار ويضرب باليد اليسار. جونز لازم يشتغل لا يخلي سانتوس يشتغل. اوه حلو ترى ممكن يعور نفسه جونز استعراضيه. ترى الكيج يعور محمد يعني ضربة الكيج ضربة حديد. خاصة بالإصابة اللي في أصابع قدمه يعني إذا تخيل إذا يعني ركل القفص بطريقة يعني خاطئة. أوه حلوة يمنى حلوة كانت من سانتوس. اللي يبدا الهجمه هو اللي راح ياثر بالثاني. جونز هو اللي يجبر الان. لا تياغو يتقدم حلوه. كل ما يتقدم تياغو يكون خطر وكل ما يتراجع يعني يجبر جونز انه يتراجع الاسلحه تختفي. وتياغو كل ما يكون لاصق بالكيج ينفجر. هذه كانت ركلة دافع عنها جونز على ما أعتقد. هل جونز يبي يخلص المباراة بقرار الحكام؟ يعني هل تشوف أنه هو قاعد يحاول يخلصها؟ وهل تشوف أنه يعني الحكام معه؟ ممكن الحكم شوف إذا أنت كنت صاحب الحزام ما تخسر مبشر إلا إذا كانت واضحة جدا يعني. والله شاهدنا قرارات اغرب من تقدر تتذكر جوني هندريكس وجي اس بي. صحيح هذه واحده في مباريات متقاربه كثيره شاهدناها. صحيح الحين هو اساسا الرجل اليسار تعوره. جون جونز قاعد يشتغل على الرجل اليمين. هذه الاحصائيه اللي تهمني احمد. شوف الادفانسينج التقدم لصالح جون جونز. هو اللي يتقدم اكثر هو اللي يبادر اكثر. 38% من القتال وجونز يتقدم ويجبر سانتوس على التراجع.
هذه أشياء يشوفونها أيضا القضاء على فكرة في حال كان المستوى متقارب بينهم في المباراة ككل. يعني بما معنى المعيار الثالث أو حتى الرابع في معايير التحكيم من بعد الاسترايكينج والجرابلينج. أقل من دقيقة. ممتازة على الجسم من جون جونز. حلو الهيد كيك. حلو يا سلام اشتغل جونز. بدأ يبحث عن ثغرات. ولو تلاحظ ترى قوة تياغو بدأت تخف. يعني تهديده بدأ يخف. توقع هذا الشيء جونز مع الحذر يعني يجب ان يحذر لان القوه انا تعورت هذه ركله ثانيه تعور يعني. وجونز بدا يشوف ان تياغو تعور يتاكد انه مو بتمويه لان شوف القوه اخر شيء تختفي من اي مقاتل صح ولا لا كل شغل كوعه صح 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 كلام جوله رابعه تنتهي نعم جولة رابعة تنتهي والإصابات تلاحق ماهيتا سانتوس Stay hunting and then bring some up middle. So on body shots, leg shots, and look low, go high. You got it? Look low, go high. That's it. Hey, it's the last round, so hands up, but keep some good pressure on him, okay? Sure. See what we can do in there. We got 5 minutes. We've been doing 5 minutes all week, all day, all year. Five minutes, okay? Check leg kick. He's hurt from you checking leg kicks already. Break him down. عنده مشاكل قوة جون جونز مو بس بهجومه بدفاعاته دفاعه ممتاز طالع 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 ركبه عشان تحركت كأنها قطع في الرباط ولكن هجومه ما يبين لك انه هو فيه هالإصابة هذه الجولة الخامسة والأخيرة خاصة انه يركل فيها يركل ويتحرك وينفجر فيها ف ركل فيها نفس هذه الركلة هي اللي وقف فيها أنثوني سميث ركلة خطرة ترى على الكبد هي بيخلص لأنه يدري مثل ما قال ألكساندر جوستافسن قال ما تقدر تاخذ الحزام من جون جونز بدون ما تخلص عليه يعني صعب أنت بنقاط تحاول أنت تقنع الحكام أن أنت اللي فايز ركلات مستمرة من سانتوس هذه الجولة الأخيرة حق سانتوس وممكن فرصة ما تتكرر مرة ثانية فقاعد يحاول أنه هو يخلصها يعني اللي يحاول يخلص هالجولة هذه وهو اللي ممكن أنا أتوقع يقنع الحكام هذه الجولة يعني خلاص يضمنها يعني لأن عدل. على أسوأ الحالات تقول تعادل 2-2 حاليا يعني انا اتكلم انا يعني ما قلنا هذا تحليلي ولكن انا اتكلم عن أسوأ الحالات 2-2 وهذه الفاصله حلوه اوه ثلاثه ورا بعض ثلاثه ورا بعض حلوه من سانتوس ولكن الحلو في جونز انه ولا كانه انضرب يعني قوه تحمل صراحه عن جونز ايضا حلوة يمنى جونز لازم يدير بال على اصابعه لانه معروف بحركات الاصابع الحين جونز قاعد يسوي السيت اب حق ركلات الجسم البلوك ممتاز من جون جونز بعد مره شوف مرتين دافع عنها يعني
ومع هذا لا يتوقف سانتوس عن الركل. أحمد بطل سانتوس ومرة ثانية بطل ثلاث دفاعات من ركلات وراء بعض لجونز. هذه لا بطل. وشوف يعني تعور هو قاعد يتعور ولكن لا زال مكمل ولا كأنه صاير شيء. يعني مقاتل صراحة سانتوس، سواء فاز ولا خسر هذه المباراة روح قتالية، ربما برجل واحدة يعني يقاتل منذ الجولة الثانية، يعني ما ندري من عرف بعد المباراة أكيد. باقي ما يقارب 90 ثانية. جونز كل ما يتحرك زيادة كثر ما أن سانتوس يتعب أكثر. شيء عجيب انهم ما نزلوا ولا لا، هذا الغريب. انا توقعت قبل المباراه، قلت هذه المباراه المناسبه لجان جونز انه يبحث عن استراتيجيه المصارعه. حاول باول جوله ولكن ما قدر، ولا يمكن شافوا بن اسكرن و شافوا تجربه بن اسكرن وغير رايه. ممكن ممكن ممكن. على فكرة هذه الجولة أنا أشوفها لسانتوس، ما أدري، أنا ما تعرف يعني، مع أن هنا الإحصائيات تقول عكس ذلك، 16 ضربة مؤثرة. شوف لو سانتوس بس يطيح مرة واحدة خلاص خلصت الجولة، يعني 100% راح تروح حق سانتوس. بس للحين أنا أشوف أن جونز يطيق وهذا يطيق، يعني شفت هذه الطيحة هذه مو زينة حقه. صحيح. ولا تنسى ان ايضا القضاء من كثره الركلات ينظرون الى الدفاع، يعني هو ركل لكن ركل وتاثر هو نفسه، ما اثر اللاعب المنافس. حتى الثلاث ركلات اللي مساعد ضربات جونز واقف مكانه، مو اللي اهتز وريوله بدات تتحرك. اخر 10 ثواني اليوم، مواجهة تكتيكية جميلة، يعني يمكن ما عجبت الجمهور اللي متواجد هناك، لكن أنا صراحة أحب هذه النوعية من المباريات اللي فيها تكتيك، اللي فيها حركات، يعني شاهدناها نوعية الركلات اللي شاهدناها من جونز في هذا النزال، سواء كانت الكاف كيك سواء كانت الثاي كيك اللي على الفخذ. محمد لو ما فاز اليوم تياغو صدقني هو كسب احترام جميع اللي بالوزن، وراح يلعب مرة ثانية مع جون جونز. أنا أضمن لك هذه أنه راح يلعب مرة ثانية مع جون جونز. هاي الركلة الأولى، يعني ما في أحد سوى كذي بجون جونز بالتاريخ، أنا ما أذكر ما شفت أحد كذي إلا يمكن جوستافسون اللي كانت المباراة الدموية الأولى، بس أما غير كذي ما في أحد هدد جون جونز اللي خلى جون جونز مو قادر حتى يطيح تحت بالأرض. يعني لو تلاحظ جون جونز طيح دي سي اللي هو مصارع أولمبي. قرار سيكون من أهم القرارات هذا العام، جون جونز أو ماهيتا سانتوس اللي قاتل ربما برجل واحدة طول المباراة. أنا أشوف أن جونز أخذها على يعني بأسوأ الحالات 3-2 بأسوأ الحالات، لكن تعرف احنا كمعلقين انا اتوقع يعني حكمين اللي حكم، يعني انا هذه توقعاتي. سبلت انت تقول يعني قرار منقسم بالضبط. شوف الضربات على مستوى الجسد وعلى مستوى الساق لصالح جان جونز، قرار صعب. بروس بافر اشوفه يطلع على الاوكتاغون، والقرار الرسمي الآن. Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Junichiro Kamijo scores the contest 48-47 Santos. Derek Cleary scores the contest 48-47 Jones. مثل ما ذكرت. And Mike Bell scores it 48-47 for the winner. And
تتكلم. خلنا نسمع. مثل ما توقعت أحمد، قلت أنه بيكون قرار منقسم لصالح جان جونز. لنستمع إلى حديثه مع جون. Oh my goodness, boy, was he tough. Hey guys, I am so sorry. I know a lot of you guys are booing me right now. Hey, Thiago, we all know his best chances of winning this fight was to win by knockout. I played it smart, and I brought home this gold for my family and my team. To God be the glory. There's no reason to be sorry. There was an excellent fight. Coming into this fight, you knew that he was a wild man. You knew that he was going to throw these wild punches. Was there anything surprising? Hey, he was just technically a lot more sound than I thought. Hey, guys, Thiago Santos is a black belt in Muay Thai. You know what I mean? So I'm proud of myself, actually. I stood and fought with a guy who's been kickboxing way longer than me. That's a question. Why didn't you try to take him down? I felt like I was winning, you know. It was like, you know, there's no need to go for a shot. We were playing a very high-level chess match in there. And, I think he made me look back. I got to go back and watch the fight for myself. But anytime you out-kickbox a guy who's a black belt Muay Thai, you shouldn't hold your head down. The leg kicks, particularly the low calf kicks, how much of a problem was that early on? Oh, man, they hurt. They definitely hurt pretty bad. He implemented a game plan that I think a lot of people wanted to for a long time. He did a really good job. He exploited a hole in my game, and that's something that won't be the next time. Well, John, you continue to reign as the most dominant light heavyweight of all time. You are the winner, and still, congratulations, sir. Hey, guys, shout out to my team. I got my little brother, Chandler Jones, one of the best defensive ends in the league, Mike Winklejohn, Roberto Alencar, Brandon Gibson, my dad, Arthur Jones, Pastor Arthur Jones, his wrestling coach, Coach Frank Barada. Without this guy here, I would have never joined the wrestling team. Coach Izzy and the Greg Jackson. I love you guys so much, guys. I'm not sure if you guys are, I think you guys are proud of me, but I will do better next time, I promise. I love you guys so much. This is our 14th world title, and it's coming back to Albuquerque, New Mexico. The champion of the world, ladies and gentlemen. قال إن هذه بطولة رقم 14، هو يطمح ل 20 بطولة قبل ما يعتزل أيضا. هذا أول. خلنا نستمع لتياغو أول شيء. It was an excellent performance, a very tough fight for you. It seemed like early on, maybe in the first round, your left leg gave out. Was that a pre-existing injury or did it happen during the fight? Excelente performance, a luta muito dura. Parece que no primeiro round a sua perna esquerda saiu. O que que aconteceu? É, no primeiro round ali o meu joelho, eu não sei, falseou e logo no primeiro round machucou. E aí eu não consegui mais me movimentar muito bem. Tava toda hora saindo do lugar. Não sei o que aconteceu, a gente vai ter que ver aí, mas sem choro, sem lamentação, eu tô feliz. Só tenho a...